ده؟ ده هبوط، ده منظر هبوط، ده طيار سيطرة يعمل هبوط كده؟ هبوط ايه يا استاذ؟ الطيارة وقعت دم دم دودودم. وقعت دم دم دودودم؟ يعني ده مش مطار نيجيريا؟ مطار نيجيريا ايه؟ احنا في المطار، حتى هتلاقي السوق الحر على ايدك الشمال ورا الموزة. انت بتقول ايه يا جدع انت؟ اقول لك ايه؟ هفني 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 ايه يا جدع انت؟ انت بتقول ايه يا جدع انت؟ ايه؟ انت كويس؟ انا كويس الحمد لله. عز حبيبتي خطيبتي، ايديك عينيك رجليك كل حاجه في مكانها؟ لا مش لاقيه فرده الجزمه بتاعتي. ايه يعني اللي حصل؟ ما في حاجات كتير ضاعت، الراجل ده راح له شنطه وانا كاب وانت جزمه. ايه مالك يا جماعه؟ هفني هفني، هنعيش اللحظه. يعني احنا كنا هنموت؟ ايوه كنا هنموت. كنا هنموت؟ ايوه بس ربنا ستر. ايوه بس كنا هنموت. الحمد لله. انا لازم ارفع قضيه على الشركه الزفت دي، ولازم كل واحد فينا ياخد تعويض. والله عندك حق يا بطل. سلام عليكم يا جماعه. ايه ده بقى؟ احنا كده؟ ده احنا اشباح ولا ايه؟ احنا متنا كده؟ احنا كده بقى رحنا في تيس؟ قضيه دي امه اللي عايزه ترفعها، مش لما نرجع بيوتنا سالمين غانمين. ما ينفعش انك تسيب حقك يا استاذ، في قوانين ومواثيق دوليه بتدينا الحق في المطالبه بالتعويض. ما ينفعش انك تتنازل عن حقك خالص كمواطن على فكره. والناس بقى اللي وقعت من الطياره زي صوابع المحشي دي، ما جاتش في دماغك؟ رد عليها زي ما بكلمك. يا لهو على المتعه. ايه ده؟ ايه الزحليقه دي؟ ده جامده قوي، انا اول مره اجربها بس اتبسطت جدا والله. ايه ده؟ بس الراجل بتاع بيت الرعب اللي هنا ايده تقيله قوي صراحه، بتاع السندبات حنين كده يزغزغك ويضربك. ايه يا عم في ايه ده؟ انت هطل في مخك بقى. ليه يا عم؟ ما انا شاورت لك عند الشلالات. في ايه؟ شاورت ايه؟ انت فاكر نفسك في دريم بارك؟ ده احنا واقعين من طياره. ايه ده؟ يعني احنا عملنا حادثه؟ ده فقط الذاكره. امال الواد ابني قال لي ان الموتوسيكلات والعربيات هم اللي بيعملوا حادثه، والطيارات عمرها ما تعمل حادثه. بقول لك ايه يا انسه، معلش، في حاجه جوه عليها امارات الصلاح كده قاعده في الطياره عماله خش اقتليها وريحينا. يا عرباوي يا عرباوي، انت فين يا عم عرباوي؟ ايه يا طلبه؟ في ايه يا عم؟ سبتني في السيمولاتور وفلقت مني كده. انا كنت فاكر زيك بس طلعت حادثه. حادثه؟ يعني ان شاء الله دي كلها طلعت حادثه؟ والله تخيل المتعه دي كلها طلعت حادثه في الاخر. سبحان الله، والله دي حاجه حلوه قوي. بس مش حاسك انا كده، مش انت عربه ولا انا اعرفه. مفيش من الخضه بس. لا لا مش انت. والله من الخضه. طب عرباوي. لا 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 عرباوي. اوبا. لا 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 لا. اهو يا عم، ما انا زي الفل اهو. عرباوي ده اللي انا اعرفه. واحده واحده يا تيتا، واحده 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 واحده. انتوا مسندني ليه؟ مسندني؟ ده انا ندوبهم ثلاثه. اوعى يا. طب تعالي تعالي. اوعى. ما تخافيش. قول لي، هو احنا وصلنا ليبيا؟ ليبيا ايه يا حاجه؟ احنا كنا رايحين نيجيريا. صح. اوعي. طب يا بنت كده، طب انا عايز اعرف، احنا وصلنا نيجيريا البلد ولا نيجيريا المحطه؟ نيجيريا المحطه ايه؟ لا احنا في نيجيريا الخيمه. بجد؟ يا حاجه اتبطي بقى وما اسمعش صوتك. انت بتزعق لي يا ابن حنفي. حنفي؟ انت تعرفي ماما منين؟ ايه انت على كده تعرفي بابا؟ ابوك مين يا الحاج؟ سوريا. لا معرفوش يا حاجة. الطيارة رشقت. أيوة أنا سعيد سعيد جدا بجد، أول مرة أجرب الرشق. الحمد لله. ما تقلقيش يا حاجة، هنظبطها هنظبطها. أنا مش قلقانة، بس قولي إحنا فين دلوقتي. أقول لها إيه دي بقى؟ أقول لها إيه؟ بص يا حاجة، إحنا في جمصة. بجد؟ تنزلي معايا المية ولا تقعدي هنا على الشط؟ لا جيب لي سنار. ما تجننيش بقى يا حاجة بقى، حرام عليكي بقى. لو سمحت بقول لحضرتك إيه؟ ها؟ تعالي بسرعة. خلاصي. نعم. حضرتك المضيفة؟ أيوة. طب ممكن عصير برتقال؟ عصير يا أستاذ في اللي احنا فيه ده؟ إيه يا أما، في أجيب من أي كشك هنا بفلوسي وأجيب أربعة فرط كمان؟